كل التحية لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تابعونا. حلقة جديدة وموعد جديد بنبدأ معكم عبر شاشة العالم سوريا وبرنامج دمسكو. إن شاء الله أيامكم كلها خير وصحة وبركة يا رب. يسعد لي أوقاتك يا رؤى. يسعد لي أوقاتك بشار وأوقات كل مين عم بيتابعنا اليوم عبر شاشتنا. معنا مواضيع منوعة وفقرات عديدة إن شاء الله تنال إعجابكم، ورح نبلش بالعناوين. في حلقة اليوم رح نحكي عن توعية الأطفال تجاه فيروس كورونا وخطورته على حياتنا، ورح نعرفكم كمان اليوم على مشروبات طبيعية مفيدة لحرق دهون البطن، ورح نرافق كاميرا العالم سوريا لنشوف تفاصيل محاضرة أقام اتحاد الكتاب العرب. وبختام حلقتنا لليوم رح نتعرف على الشيف السوري اللي نشر الطبخ الحلبي بالعديد من دول العالم. أما بداية مشوارنا فخلينا نرحب بضيفتنا بالاستوديو الاختصاصية النفسية جيهان بغدادي اللي رح تخبرنا عن خطورة فيروس كورونا على الأطفال، كيف نقدر نحمي الأطفال من هذا الفيروس ونخليهم ببيئة سليمة. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكي معنا جيهان. بالبداية كيف ممكن نتأكد أن المعلومات اللي موجودة عند الطفل، وكيف ممكن نشرح للطفل شو هي الحقيقة أو هي ماهية الفيروس الحقيقية بالنسبة للأطفال؟ هلا كل الأطفال عنا صار عندهم معرفة ومعلومات عن الفيروس، لهيك أنا إذا بدي أعرف المعلومات الموجودة عند الطفل إذا هي صحيحة أو خاطئة لازم بلش معه بنقاش بأسئلة مفتوحة من شان يشاركني فيها المعلومات يلي هي عنده، وصلح له المعلومات الخاطئة اللي بيمتلكها بسبب كثرة الأقاويل يلي انتشرت والأحاديث يلي هو ممكن يتداولها مع رفقاته بالمدرسة بين رفقاته على الطريق، وتأكد من حصوله على المعلومات الصحيحة والمعلومات اللازمة. كمان ما كتير كتر له معلومات هو ممكن تخليه يشعر بالقلق. ممكن بلش النقاش مع الطفل من خلال لعبة يخليه هو يبلش يرسم، يحس بالأمان أنه هو عم يعمل شيء بيحبه، وعن طريق هاي اللعبة أنا بلش أتناقش معه ووصل له المعلومات المفيدة يلي هو لازم يحصل عليها. تماماً. إذا بدنا نروح اليوم لموضوع الإجراءات الاحترازية وتحديداً اليوم التزام الأطفال بهذا الموضوع، سواء موضوع السعال، موضوع غسل الأيدي، كيف نقدر نوصل هاي الطرق للأطفال بطريقة محببة لهم ويقدروا يستفادوا منها؟ هي الإجراءات الوقائية هي أساساً منهج سلوكي سليم للطفل، لازم هو يتعلمه سواء موجود الفيروس أو ما هو موجود. لهيك كتير منيح أنه أنا لما أعلم طفلي هاي السلوكيات أنا ما أقرنه بالفيروس بفترة زمنية محددة، لا أقرنه بسلوكه مشان تصير عادة بالنسبة له، ما تلتغى لما ممكن يلتقى علاج للفيروس ولقاح وأنه خلص هاي الجائحة معناته أنا بتخلى عن هاي السلوكيات. لا، أما لما تصير عادة هي نظافة شخصية ومهارة حياة بالنسبة للطفل، بقى هو حيتعلمها بشكل كتير سهل وسلس. تمام. هلا علمنا هون الأساسيات شو هي ماهية الفيروس، وتعلمنا أنه كيف يوقي حاله من العدوى، لكن بضل عنا موضوع شائك اللي هو الكمامة. كيف ممكن نلزم الطفل أو كيف ممكن يكون على طريقة محببة نلزمه فيها بنفس الوقت كمان نحميه من مخاطر، لأنه هي ممكن تكون مصدر لنقل العدوى. تماماً. هلأ لبس الكمامة هو مثل أي سلوك أنا بدي أعلمه للطفل، لازم مقدم الرعاية أو مقدم النصيحة هو يكون عم يلتزم فيها للكمامة. أنا ما فيني أجي إلا للطفل أنه أنت لازم تلبس كمامة، وأنا لما بيشوفني عم بنزل من البيت أنا ما عم بلبس كمامة. تمام. لهيك 90% من سلوك الطفل هو تقليد، بيقلد القدوة ومقدم النصيحة لإله. لهيك لازم إذا بدي أعلم أنا الطفل ارتداء الكمامة أو أي سلوك آخر كون أنا أول شيء عم بتصرفه. فيني كمان خليه ينزل معي على الصيدلية يشتري هو العلبة الكمامات، هي الطريقة بتخليه يحس بالمسؤولية أنه هو اشترى علبة الكمامة، هي صارت ملكه، مسؤوليته، ومسؤوليته أنه هو يلبسها ويتخلص منها بطريقة سليمة. تماما. اليوم الأطفال يعني وقت يسمعوا أخبار كورونا، أغلب المنازل يعني رؤى بتسمع مثلا خبر اليوم فلان صاب كورونا، شخص قريب صاب كورونا، فممكن يتولد عنده إحساس الخوف. كيف نقدر نوصل للطفل فكرة الإجراءات الاحترازية بطريقة ما تولد عنده الخوف من الفيروس؟ هلأ الأهل لازم كتير يعرفوا طبيعة طفلهم،
هو من الطفل من النوع القلق ولا لا؟ لأنه عندي في أطفال هن النوع قلقين، يعني حتى بدون وجود فيروس هو طفل قلق. لهيك أنا على هذا الأساس بدي نظم المعلومات اللي أنا بدي أقول له إياها للطفل وكميتها واللغة اللي أنا عم أقول له إياها. ولما عم أقول له المعلومات لازم كتير أنه أنا انتبه على لغة جسده، على أنه هو بلش يشعر بالخوف، طريقة تنفسه، وبسط له إياها بقدر الإمكان وشعره بالإطمئنان أنه في أشخاص آخرين هن مهمتهم أنه هن يلاقوا ويحمونا ويلاقوا الحل لهذا الموضوع. هلا نحن ما فينا نحرم الطفل بهي المرحلة من الأساسيات للتعلم، ومنعرف نحن من أهم الطرق للتعلم هي التعلم عن طريق اللعب. هي بتجي بالفطرة عند الطفل. كيف ممكن بظل وجود هي الجائحة نحمي الأطفال وما نمنعهم من اللعب بنفس الوقت؟ الطفل اللعب بالنسبة له مهم مثل أهمية التعليم تماما. لهيك بالنسبة إنه هلأ تسكرت المدارس، بقى أنا ما بخلي الطفل أساساً يفرط باللعب، لا، يكون اللعب بالنسبة له هو لعب تعليمي، وكمان بنفس الوقت يتشارك مع أفراد أسرته فيها. يعني هي الفترة الزمنية خلي الأهل يستغلوها بأنه هن يصنعوا من أدوات المنزل ألعاب بالمشاركة مع الطفل، هي بتخلي يحس عنده بالطاقة الإيجابية، وكمان بنفس الوقت هي بيئة مناسبة وسليمة للطفل أنه هو يلعب فيها، وما حيحس حاله أنه هو محبوس وبعيد عن رفقاته، لا، أنه هو عم يلعب مع أشخاص آخرين يلي هن إخواته أمه. تماما. بالنسبة اليوم للمراحل العمرية، نحكي عن مدى الاختلاف بين التعاطي يمكن مع الأطفال وتعليمهم طرق أو الإجراءات الاحترازية. أكيد بتختلف من مرحلة عمرية لمرحلة عمرية تانية. في عندي الأطفال مثلاً يلي هن لسه ما فاتوا المدرسة، معناتها المعلومات يلي هن عم يحصلوا عليها هي المعلومات الموجودة عندي بالبيت بس. لهيك لازم أتأكد أنه المعلومات الموجودة بالبيت هي معلومات صحيحة 100%. وإذا الطفل ما بيعرف شيء عن الموضوع، أنا خلاص بس التزم بالنظافة الشخصية وعلمه إياها كمهارة حياة. أما عندي الأطفال يلي بمرحلة المدرسة الأولى، أنا لازم أشرح لهم المعلومات والإجراءات الاحترازية بلغة كتير بسيطة ومفهومة لإلهم، بدون ما فرط بالشرح بطريقة تصير فيهم الخوف والقلق. أما عندي الأطفال يلي هن من 12 سنة وفوق، هن بيكونوا بهذا العمر بمرحلة إبداع، بيسمعوا القصة بينشروها وبيضيفوا عليها. تماماً. لهيك أنا كتير مهم عندي أنه أنا أتأكد أنه الطفل عندي ما مشترك بنشر الشائعات. كمان بهي المرحلة العمرية كتير ظهرت إحصائيات عن انتشار الفيروس. تماماً. وعن انتشار التنمر معه. تمام. لهيك كتير مفيد كمان انه انا دائما اتاكد انه ابني ما نوع عم يتسبب بالتنمر ولا له ايد فيه ولا عم يتعرض له كمان. تماما. وكتير فهمه انه الفيروس هو ما نوع وصمه عار او وسيله للشتم. بالضبط. او صفه بوصف فيها شخص تاني، لا، بالعكس لازم دائما اتاكد منه انه هو سلوكه لطيف وعم ينشر اللطف ويدعم الاطفال الاخرين، وكمان أكد له أنه من حق كل طفل يشعر بالأمان بمدرسته سواء بوجود الجائحة ولا بغيابها. تمام. هلا حاليا عطلت المدارس وتم إيقاف الدوام للمراحل العمرية الصغيرة تحديدا من الأول لصف الرابع، أو تعطلت المدارس لكن في امتحانات للفترات الأعلى. الأهل هلا تعاملهم مع الأطفال كيف رح يكون بالمنزل بخصوص جائحة كورونا أو بخصوص غيرها؟ كان في تعامل خاص للطفل، هذا الطفل اللي أنا بدي أقعده بالبيت لازم أضبطه بطريقة كمان ما تأثر على نفسيته. هلا كتير مهم أساساً الأهل هن يكونوا عم يتعاملوا مع موضوع الفيروس بطريقة صحية وسليمة، وهن أساساً يكونوا هادئين ومتوازنين. تمام. لأن كل ما هن بلشوا يشعروا بالتوتر، كل ما الطفل حس أنه هو الموضوع فعلاً خطير ولازم أنا أتصرف مثل ما عم يتصرفوا أهلي. لهيك كل ما الأهل كانوا كتير رايقين بالموضوع ويبعدوا كتير عن الأخبار والشائعات ويبعدوها كمان عن جو البيت، كل ما كان هذا الشيء مفيد مع الطفل ومع تعامل الأهل كمان مع الطفل. كمان كتير حلو يخصص الأهل
وقت للطفل يعلمه فيها مهارات الحياة أو سلوك حابب هو الطفل يكتسبه، مثل يعوده يرتب غرفة نومه، ثيابه، بالاشتراك مع الأهل كمان يعملوا عادات مشتركة، كمان ممكن يصنعوا قالب كيك، هي كلها بتعمل طاقة إيجابية بالبيت وكمان تماماً. بتساعد على زيادة الصحة النفسية للطفل وللأهل. تماما. بسؤالنا الأخير بدنا نروح لموضوع متابعة الأنشطة التعليمية اليوم، كيف بيقدروا الأهل يستفادوا من هذا الوقت بمتابعة الأنشطة التعليمية بشكل عام؟ هلا عندنا فترة زمنية كتير طويلة، بقى كتير مهم أنه نحن أول شيء نخبر الطفل أنه إذا التغت المدرسة أو توقفت المدرسة مو يعني توقف المنهاج. نحن أساساً أسلوب التدريس عندنا هو تدريس مرتبط، كل سنة دراسية مرتبطة بالسنة اللي بعدها، لهيك أي فاقد تعليمي عند الطفل هو حتأثر بالمسيرة التعليمية لإله. كثير مهم انه انا احدد فتره زمنيه بقلب اليوم، ساعتين، ساعه، يلي بيلاقوها الاهل مناسب انه هو الطفل يقرا فيها هي المعلومات يلي هو ممكن ما لحقها بالمدرسه. وكمان في دورات كثير اونلاين صارت، فيني كمان علم الطفل مهارات جديده مثل الرسم او لغه الانجليزيه نميه عنده، او علمه لغه اجنبيه جديده. تمام. بدنا نتشكرك جدا لوجودك معنا اليوم جيهان، للنصايح اللي دائما عم تقدمي لنا اياها، وبدنا نقول للاهالي كمان ديروا بالكم على اولادهم، يعني كمان هلا هي العطله ما فتحت مجال للزيارات العائله ولا لنزلات السوق، يعني حافظوا عليهم نفسيا وكمان صحيا. شكرا لك، شرفتينا. شكرا لكم.